إلى مثواه الأخير قرب رفاقه الشهداء، وري الشهيد محمد رضا زاهدي الثرى في مدينة أصفهان. لا صوت يعلو فوق صرخات الثأر والانتقام لرجل لعب دورا أساسيا في تطوير وتقوية المقاومة في المنطقة. لن يبقى الاعتداء الإسرائيلي من دون رد، لكن إيران هي من تحدد موعد الرد ونوع الرد، ومن المؤكد أننا سنجعل إسرائيل نادمة على فعلتها كما قال قائد الثورة. اغتيال المستشارين الإيرانيين وانتهاج سياسة التصعيد لتوسيع دائرة الحرب، أسلوبان لن يستطيع إخراج الاحتلال من مستنقع الحرب في غزة أبدا، يؤكد المشيعون. ومن إصفهان مدينة التاريخ والعلماء والشهداء نؤكد أن التصعيد بالاغتيالات والاعتداءات لن يوقف جبهات المساندة، وإنما سيشدد الحساب والعقاب على العدو الإسرائيلي. والمشاركون في التشييع يرون أن فشل الاحتلال في تحقيق نصر ملموس في غزة دفع قادته إلى تنفيذ الاغتيالات بحق المستشارين الإيرانيين في سوريا، مؤكدين أن ذلك لن يؤدي إلى أي نتيجة. اغتيال إسرائيل المستشارين دليل فشل وضعف أمام محور المقاومة، وهذا أمر بات الجميع يعرفه بشكل واضح. شهيدا على طريق القدس يشيع أبناء مدينة إصفهان القائد زاهدي، مطالبين الجهات المعنية بالانتقام لدماء الشهيد ولرفاقه المستشارين الإيرانيين الذين ارتقوا خلال الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا. مالك عابدة، مدينة إصفهان، الميادين.